أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. ومعنا اليوم من سورة النبأ من الآية 21 إلى الآية 30، سنقرأها إن شاء الله قراءة صحيحة مرتلة، ونبين بعض ما فيها من أحكام. لكن في البداية لا بد وأن نعرف أن القرآن الكريم من إعجازه ترى في السورة الواحدة أو في بعض الآيات المتواترة في السورة الواحدة آيات إنذار وآيات عذاب، وأخرى آيات رحمة وآيات مغفرة. على سبيل المثال لا الحصر، في سورة الزمر يقول ربنا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والعياذ بالله. بعدها بقليل يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في السورة التي معنا اليوم وهي سورة النبأ سنبدأ بالآيات التي تنذر غير المؤمنين بالعذاب والعياذ بالله، حتى ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد آية نزلت في القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الآيات نزلت علي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أشد آية، أصعب آية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كما قالت الآية في موضع آخر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الرحمة ومن أهل القرآن الكريم. نقرأ عليكم هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. كذبوا بآيات الله، وكذبوا بلقاء الله، وكذبوا بيوم الحساب. فأنذرهم الله عز وجل في هذه الآيات، أنذرهم عذابه قائلا لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. معانا معتصم من الجيزة، تفضل يا أستاذ معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما
غساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. عصمك الله يا معتصم، ما شاء الله تلاوة، صورتنا الآيات تصوير ما شاء الله، جزاك الله خيرا وبارك الله في أهل القرآن. معانا منى من سوهاج، تفضلي يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا منى، جزاك الله خيرا وبارك الله في أهل القرآن. محمد وسارة من الجيزة، تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا محمد، صورت الآيات برضه. أعوذ بالله ما شاء الله من الشيطان الرجيم. ماشي يا سارة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما شاء الله يا سارة، جميل يا سارة، صورت الآيات تصوير حلو برضو ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. زينب من الشرقية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون لا لا يذوقون ولا شرابا. مد الواو شوية يا حاج. حاضر. حاجة زينب، لا يذوقون. حاضر. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. أيوه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء
نفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا حاجة زينب. خلي بالك من بعض الحروف ليها مسافة لا بتزيد ولا بتنقص، يعني ما ينفعش أقول زي ما قلت كده في الآخر فذوقوا فلن، فذوقوا فلن، لا فذوقوا فلن، الحرف بياخد المساحة بتاعته والمسافة بتاعته. جزاك الله خير. معانا عبد الله من الشرقية، اتفضل يا عبد الله. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطوا التلفزيون، وطوا التلفزيون واسمعوني من السماعة. إن جهنم كانت مرصادة كده على طول، مفيش أعوذ بالله، مش تستعيذ الأول يا عبد الله. فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إن جهنم كانت لا 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 لا, لا يا عبد الله حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا. شكرا يا عبد الله. أنت طبعا كنت معلي التلفزيون، ما أنتش سمعنا حتى وإحنا بنصلح لك بعض الأخطاء. الحاجة نجلاء رجعت معانا تاني، تفضلي حاجة نجلاء الجيزة، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا حاجة نجلاء، جزاك الله خيرا. معنا فاطمة من القاهرة، تفضلي. لو سمحت وطوا التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا فاطمة، جميلة ما شاء الله. الأستاذ زياد من الغربية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أستاذ زياد ما شاء الله عليك، لولا إن الآيات بتتكلم عن العذاب وشدة العذاب كنت أقول الله الله الله. بصراحة أدائك جميل جدا وصورت الآيات تصوير جميل جدا، ربنا يزيدك ويبارك فيك ويبارك في أهل القرآن جميعا. لكن الآيات كلها من ساعة ما بدأنا حتى أنت ما شاء الله يعني استعذت بالله فقط ما ذكرتش البسملة، وده يفضل لما نيجي نقرأ آيات فيها عذاب وتبدأ بالعذاب كده ما ينفعش أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عندنا الصورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم هي سورة التوبة، لأنها بدأت بقوله تعالى براءة من الله ورسوله. فالقرآن الكريم حتى في يعني سمته ونظمه إعجاز، في كل شيء فيه إعجاز، فما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش أقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة. وكذلك برضو الموضع اللي معانا النهاردة يستحسن لما نيجي نبدأ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا، مرصادة مرصادة مترصدة بأصحابها، فيه رصد كده كل واحد بيعدي على الصراط مرصود، إن كان من أهل الجنة بيعدي كالبرق، وإن كان والعياذ بالله من أهل النار الرصد بياخده وبينزله في جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار. حازم ويوسف من أسيوط، تفضل يا حازم. يا ريت نوطي التلفزيون علشان الاتصال يبقى مفيد والسماع يبقى أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا حازم. يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وجزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا يوسف ما شاء الله، وانت استعذت بس يا يوسف يعني سمعت النصيحة بتاعتي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا الحاجة عدلية من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء
نفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاك الله خيرا يا حاج عدلية، وزادك الله حرصا على الاتصال وتعليم التلاوة معنا في كل يوم، بارك الله فيك. لكن خلي بالك للطاغين مآبا، مش للطاغين مآبا. وكمان في عندنا الراء بردا ولا شرب، ما نقولش بردا، بردا ولا شراب. جزاك الله خيرا. معنا عائشة وخديجة ورقية من البحيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مآبا لابسين فيها أحقابا. طيب يا خديجة وعائشة حاولوا تتصلوا بنا تاني، لأنه الشبكة يعني الصوت ما احناش سامعينه كويس. ربنا يجازيكم خير، حاولوا مرة تانية إن شاء الله معانا. القرآن زي ما قلنا فيه آيات إنذار وفيه آيات بشرة. يعني الآيات بكرة إن شاء الله هتبدأ بقول الله عز وجل بالبشرة، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وبعدين الآيات البشرى دي محتاجة برضو يعني تتقري بمقام الفرح، لأن المقامات الصوتية القرآن نزل بحزن، وسيدنا النبي قال إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا. يعني في مقامات صوتية نخلي بالنا منها مع الأحكام، وده الأهم. الحاجة سيدة من الوادي الجديد، تفضلي يا حاجة سيدة. نوطي التلفزيون يا حاج. طيب الأستاذ رحيل من القاهرة، تفضل. ألو. الأستاذ رحيل من القاهرة، تفضلي يا أستاذ رحيل. حضرتك معايا فضيلة الشيخ كده؟ أيوة مع حضرتك، تفضلي. أعوذ بالله أيوة. من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا. طيب معلش يا فضيلة الشيخ، مراعاة إن أنا بس يعني أكون تعبانة المرة دي شوية. ألف سلام على حضرتك، تفضلي. من أول فين؟ إن جهنم ماشي. كانت مرصادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاك الله خيرا يا أستاذ رحيل، وانت بتحاولي حتى الصوت بتاعك بتحاولي تغيريه في الترتيل. لا الصوت احنا عايزين الصوت العادي، صوتك العادي، مفيش داعي تصطنعي اي صوت ولا تقلدي اي حد في التلاوة. الصوت اللي ربنا مديهولك اقرأي بيه، لا تتعبي نفسك في التلاوة ولا تجهدي نفسك اصلا. وانت حتى حضرتك بتقولي ان النهاردة انت تعبانة شوية، الف سلام عليكي، قراءة طيبة، ربنا يجازيك كل خير. معانا محمد من بني سويف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذيقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا لا يذيقون
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما شاء الله عليك. مودة الجيزة، تفضلي يا مودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أهل القرآن. جزاكم الله خيرا يا أهل القرآن. فاصل قصير ونعود بعد ذلك، فكونوا معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عدنا إليكم مشاهدين الكرام مع هذا البرنامج العظيم، برنامج مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. معنا نجلة الجيزة، ليلى الجيزة، تفضلي يا ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا أستاذة ليلى على هذه القراءة المحققة، جزاك الله خيرا. معنا نورة من الأهلية، تفضلي يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا. ليه زودت ألف بعد إن؟ للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووصاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شكرا يا نورة، صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا نورة، بس حاولي تهتم شوية بالأحكام
وكمان ما تزوديش حروف على حروف، يعني إن جهنم ما نقولش إنا جهنم، لا، وفذوقوا فلن نزيدكم. الغنة، عاصم من الشرقية، تفضل يا عاصم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا حبيبي، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا أستاذ عاصم، بارك الله فيك. الحاجة نعمة من الشرقية، تفضلي يا حاجة. من الإسكندرية. إسكندرية، تفضلي يا حاجة. أهلا وسهلا بأهل الإسكندرية، الناس الطيبين. أهلا بك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاك الله خيرا يا حاجة نعمة. بس الغنة الأخيرة دي فلن نزيدكم، عشان دي نون بعدها نون، إدغام بغنة. جزاك الله خيرا. أحمد وإياد من الأليوبية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا أحمد، واهتم بالتلاوة شوية. طيب يا إياد اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا إياد. إياد وأحمد يهتموا شوية بالأحكام علشان ربنا كمان يكرمهم بإذن الله في دنياهم وأخراهم. معانا الحاج عطيات من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا
شرابه إلا حليما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا حاج عطيات، قراءة طيبة ما شاء الله. عمر من الفيوم، تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا عمر. معنا هاشم الإسماعيلية، تفضل. هاشم معانا؟ طيب حاول تتصل بينا تاني يا استاذ هاشم. القرآن الكريم زي ما احنا بنسمع كده، الصغيرين بيقرأوا ويرتلوا ويصوروا الآيات تصوير، والكبار بيقرأوا وأصحاب الهمم بيقرأوا. ده احنا عندنا كمان مسابقة للقرآن الكريم في مصرنا العزيزة، يعني بيترصد لها ملايين الجنيهات، وفيها قسم لأصحاب الهمم. أصحاب الهمم دول اللي هم ايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في النطق، ابتلاهم في البصر، ابتلاهم في أي شيء في أجسادهم، ولكنهم ألفوا حفظ القرآن بل وحفظوه أفضل من الذين يعني أعطوا كل شيء في صحتهم. معنا تسنيم من قنا، تفضلي يا تسنيم. ياريت نوطي التلفزيون علشان نسمع بعض من السماعة ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم صهيب معانا، يلا يا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا صهيب ما شاء الله. معنا محمد من الشرقية، تفضل يا محمد. مشكلة التلفزيون لما يكون عالي بيقطع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون ونسمع بعض من السماعة علشان يبقى الاتصال مفيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين. لا للطاغين. مش لل. للطاغين مآبا. بارك الله فيك. لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شكرا محمد، بارك الله فيك. معنا إيثار من القاهرة، تفضلي يا إيثار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا إيثار، ما شاء الله. حاجة سامية الجيزة، تفضلي يا حاجة سامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك حاجة سامية، خلي بالك من الأحكام، ما شاء الله قراءة طيبة، لكن خلي بالك من بعض الأحكام. أستاذ عبد الرحمن من الإسكندرية، تفضل. أستاذ عبد الرحمن معانا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك عبد الرحمن، بس أنت متأثر ببعض القراء، بس كمان التأثر ده ما يخليكش يعني تترك بعض الأحكام أو تزود في بعض الأحكام. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. معانا سلمى من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا سلمى، ربنا يبارك فيك. إن جهنم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، للباسين فيها أحقابا. لو وطيت التلفزيون يا سلمى هتقولي ورايا كويس قوي، سمعاني؟ طيب ممكن توطي التلفزيون اللي عندك وتسمعيني من السماعة وتقولي ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، للطاغين مآبا. أنا قلت للطاغين ما قلتش للطاغين، للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا،
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا حميما وغساقا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناهم كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا نزيدكم ما شاء الله يا سلمى ما شاء الله يا سلمى بارك الله فيك يا سلمى وبارك الله في أهل القرآن جميعا ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يحفظنا بالقرآن وأن يحفظ بلادنا وأن يشفينا بالقرآن وأن يشفي كل مريض وأن يحفظكم جميعا يا أهل القرآن حتى يتجدد اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.